صلوا 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 على رسول الله. هذه قصة الطفلة رايا، وهي مبنية على قصة حقيقية، وبدأت عندما أخذت الطفلة رايا لابتوب الخاص بوالدها لكي تلعب عليه، وكان والدها في العمل. وبالفعل فتحت الطفلة الحاسوب وبدأت تلعب ألعاب أطفال مثلها مثل أي طفل. وبعد قليل عاد الأب إلى المنزل من العمل. دخل الأب إلى غرفة المعيشة وبحث عن اللابتوب لكنه لم يجده، فقال: والله إلا أعاقب الذي أخذه. فنادى على ابنته رايا فأحضرت اللابتوب مباشرة، ولكن ردة فعل الأب كانت صادمة، حيث قام وضرب طفلته بقوة. يا الله، هل هذا كله لأجل أنها لعبت؟ مثلها مثل الأطفال؟ أرجوكم لا تكبروا الأمور ولا تضربوا أطفالكم على أهون الأمور وبدون سبب، وشاركوا هذه القصة مع كل أب وأم لكي ينتبه الجميع.